السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 6 من سلسلة تمارين درس الدالة الأسرية. إذا التمرين 6 عندنا ثلاثة الأسئلة كلها بين أن. إذا نبدأ بالسؤال الأول لنبين أن. إذا مهما يكون X أكبر قطعة من الصفر، الإكسبونسيال ديال ألين X ناقص الألين ديال جوج الإكسبونسيال ديال X ناقص الألين ديال واحدة على جوج تساوي صفر. إذا دائما في الأسئلة ديال البيان كنبدأ إما غنبدأ من الطرف الثاني ونبين الطرف ونبين ونلقاه أنه كيساوي الطرف الأول، أو نبدأ من الطرف الأول ونلقاه كيساوي الطرف الثاني. إذا نبين أن واحد التعبير يساوي صفر، إذا بطبيعة الحال غنبدأ من هذا التعبير هذا. إذا الإكسبونسيال ديال من ديال ألين إكس ناقص الألين ديال جوج الإكسبونسيال ديال X ناقص الألين ديال واحد على جوج تساوي. إذا الإكسبونسيال ديال ألين X بطبيعة الحال كتساوي لنا X ناقص، كنعرفو بأن الألين ديال A في B تساوي الألين ديال A زائد الألين ديال B. إذا عندنا جوج في الإكسبونسيال ديال X، إذا هي ناقص الألين ديال جوج وناقص غندخل عليهم بجوج، يعني ناقص الألين ديال الإكسبونسيال ناقص واحد على جوج هي الألين ديال جوج، لأن أو زائد الألين جوج. علاش؟ لأن الألين ديال واحد على أ هي ناقص الألين ديال أ. إذا حنا عندنا هنا ناقص الألين ديال جوج. إذا إكس ناقص ماذا؟ الالين ديال جوج ناقص الالين ديال الاكسبونسيال اكس هي ناقص اكس، ناقص هي زائد الالين ديال جوج. اذا عندنا ناقص الالين جوج زائد الالين جوج اكس ناقص اكس، اذا تساوي صفر. السؤال الثاني لنبين ان الاكسبونسيال ديال الالين اكس ناقص واحد ناقص الالين اكس تساوي واحد ناقص واحد على اكس. اذا غنبدا من الطرف الاول خصني نلقى كيساوي لنا الطرف الثاني. هنا اكس و اكس اكبر من واحد لان عندنا اكس ناقص واحد، الالين ديال اكس ناقص واحد. اذا الاكسبونسيال ديال من ديال الالين اكس ناقص واحد ناقص الالين ديال اكس تساوي، اذا كتساوي لنا ليكسبونونسييل ديال من. حنا كنعرفو بان ليكسبونونسييل او الالين ديال ا على بي كيساوي لنا الالين ديال ا ناقص الالين ديال بي. هذه قواعد مهمه خصني نضبطها. اذا حنا عندنا هذا التعبير هذا، اذا كنرجعو على هذا الشكل هذا. اذا هو ليكسبونونسييل ديال الالين اكس ناقص واحد على اكس. اذا حنا عندنا قاعدة كتقول لك الالين ديال او ليكسبونسيال الالين ديال اي تساوي اي. طبيعة الحال اي تعبير اي هو تعبير مرتبط ب اكس او يو اكس بشكل عام. اذا غيساوي لنا اكس ناقص واحد على اكس. هنا ممكن نديرها على الشكل هذا نفكك. اذا اكس على اكس ناقص واحد على اكس، اي اكس على اكس هي واحد ناقص واحد على اكس. الحالة الأخيرة اللي نبين أن إذا عندنا الإكسبونسيال ديال إكس زائد واحد على الإكسبونسيال ديال إكس ناقص واحد أو ديال واحد ناقص إكس الكل أو كاري تساوي الإكسبونسيال ديال ربعة إكس تساوي الإكسبونسيال ديال إكس زائد واحد الكل أو كاري على الإكسبونسيال ديال واحد ناقص إكس الكل أو كاري. يعني حنا شنو غادي نديرو؟ غنبينو بأن هاد التعبير هذا كيساوي لنا الإكسبونسيال ديال 4x، وكذلك هذا التعبير كيساوي لنا الإكسبونسيال ديال 4x. إذا الإكسبونسيال ديال x زائد واحد على الإكسبونسيال ديال واحد ناقص x الكل أو كاري تساوي. إذا حنا كنعرفو بأنه a أس n على a أس m تساوي a أس n ناقص m. إذا غادي نطبق هاد العلاقة هادي. إذا عندنا ليكسبونسيال ديال من ديال إكس زائد واحد ناقص واحد ناقص إكس
هادشي كله اوكار. يعني طبقنا هاد العلاقة ديالنا عندنا نفس الاساس اللي هو الاكسبونسيال. اذا غنحاولوا نبسطوا الكتابة نحيدوا. اذا عندنا الاكسبونسيال اكس زائد واحد نحيد الاقواس، عندنا ناقص واحد زائد اكس، هادشي كامل اوكار. اذا يساوي ماذا؟ اذا عندنا اكس زائد اكس هي جوج اكس، واحد ناقص واحد صفر، يعني او ديال جوج اكس الكل اس اثنان. وكنعرفوا بان ا اس ان الكل اس ان، ولا بشكل عام الاكسبونسيال ديال اكس الكل اس ار هي او ار اكس. اذا او جوج اكس مضروبه في جوج هي 4 اكس. اذا بينا العلاقه الاولى. دابا خصني نبين بدا من هذه ولقاها كتساوي لنا او 4 اكس. اذا عندنا الاكسبونسيال ديال اكس زائد واحد الكل او كاري على الاكسبونسيال ديال واحد ناقص اكس الكل او كاري تساوي ماذا؟ اذا هنا عندنا متطابقة هامة، نبسطو شي شوية عاد داك الساعات نكملو الحساب. إذا عندنا إكس زائد واحد الكل أو كاري هي أو إكس كاري زائد جوج إكس زائد واحد على أو. إذا عندنا واحد ناقص إكس الكل أو كاري هي واحد ناقص جوج إكس متطابقة هامة زائد إكس كاري. إذا ليكسبونونسيال هنا نطبقو ليكسبونسيال ديال ا على ليكسبونسيال ديال بي راه كيساوي لنا ليكسبونسيال ديال ا ناقص بي. اذا ليكسبونسيال ديال اكس كاري زائد جوج اكس زائد واحد ناقص. اذا دونك هذا نديروه بين قوسين ناقص واحد ناقص جوج اكس زائد اكس كاري. اذا حيدوا الاقواس. اذا ليكسبونسيال ديال اكس كاري زائد جوج اكس زائد واحد، الأقواس مسبوقة بعلامة ناقص، إذا الإشارة ديال الحدود خصها التغيير. إذا ناقص واحد، هنا عندنا ناقص جوج إكس غتولي زائد جوج إكس، وهنا عندنا زائد إكس كاري غتولي ناقص إكس كاري. إذا عندنا إكس كاري مشات مع إكس كاري، واحد ناقص واحد مشات، إذا جوج إكس زائد جوج إكس هي ربعة إكس، يعني ليكسبونسيال ديال ربعة إكس. وبالتالي بينا العلاقه. اذا لقينا بان هذا التعبير كيساوي لنا ليكسبونسيال ديال 4 اكس، وهذا التعبير اللي عندنا هنا كيساوي لنا ليكسبونسيال ديال 4 اكس، وبالتالي جاوبنا على السؤال المطروح.